الا كانت البشره ديالك في هذه الفتره من السنه اي فصل الصيف كتولي باهته ولا كيوليو فيها تصبغات بسبب الشمس اولا كيتغير اللون بسرعه ولا كيبدا تقشر ولا كيبانوا لك الهالات السوداء دغيه، تبعي هذا الفيديو حتى الاخر لان فيه 7 ديال النصائح اللي غادي ينفعوك باش تعيشي مع هذه الفتره من السنه بلا ما تاثر البشره ديالك بالعوامل ديال الصهد وديال ارتفاع الحراره وديال الشمس. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناه ريماس ارت. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. ما تنساوش كذلك تخليوا ليا في اخر الفيديو ملي تساليوا مشاهده تخليوا تعليقات ولا اقتراحات على فيديوهات الماجيه ان شاء الله. وما تنساوش اهم حاجه هي جيم الى عجبتكم لا فيديو. بلا ما نطول عليكم نبدا مباشره في الموضوع ديال هذا الفيديو واللي هو كيف ما شفتوا في العنوان وكيف ما قلت لكم في لا بريزونطاسيون 7 ديال النصائح ديال كيفاش تعتني بالبشره ديالك فصل الصيف. اول حاجه اول نصيحه اول خطوه اللي يمكن لك تعتمديها في هذا الروتين ديال العنايه بالبشره في فصل الصيف وهي تنظيف الوجه. كيف ما سبق ليا وقلت لكم في واحد الفيديو من قبل اللي فيه روتين العنايه بالبشره بجميع انواع البشره كنت تكلمت لكم على هذه القضيه ديال تنظيف الوجه وهدرت لكم بالتفصيل على كل نوع ديال البشره وشنو يمكن لك تستخدمي ليها كمنظف اولا كصابون للوجه. فهنا ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل. النصيحه اللي غادي نعطيكم هي بالنسبه لتنظيف الوجه فصل الصيف بالنسبه للبشره الدهنيه ما تفوتوش جوج المرات في النهار كحد اقصى يعني ديال تنظيف الوجه. علاش؟ لان البشره الدهنيه فصل الصيف كتفرز دهنيات اكثر وهذاك الغسيل ديالها المتكرر كيخليها انها تفرز دهنيات اكثر واكثر من العاده. يعني يكفي انك تغسليها في الصباح الا كانت البشره ديالك دهنيه في الصباح ملي تفيقي وبطبيعه الحال من في اخر اليوم فاش بغيتي تنعسي قبل ما ديري لا روتين ديالك العاديه ديال لي كريم اللي كديريهم بالليل. فاش كنقول تنظيف هنا ما كنهضرش على يعني الماء اللي كنغسلوا به وجهنا ديال فاش تنبغيو نتوضا ولا كنهضر على التنظيف يعني ملي كتستعملي غسول ديال الوجه اولا شي صابون اللي كتستعمليه يوميا. فيكفي انك تستعملي جوج المرات المنظف تنظفي بالنسبه لك كانت البشره ديالك دهنيه في الصباح وفي العشيه. الا كانت البشره ديالك جافه يمكن لك يعني تستعملي هذا الصابون ماشي مشكل حتى ثلاثه المرات كاع في النهار ما كاينش اشكال لان البشره الجافه ما كت يعني ما كتفرش دهنيات بحال البشره الدهنيه. يمكن لك تغسليها اكثر من جوج المرات ما كتشكلش شي مشكل. باستثناء انه بالنسبه للبشره الجافه تجنبوا انكم تستعملوا المنظفات او غسول الوجه ولا الصابون اللي كيكون معطل ولا فيه الريحه لانه كيأثر على البشره اكثر. البشره الجافه تتاثر من هذا النوع ديال الصابون. خذي صابون خفيف ليصلح البشره الجافه. راه كيما قلت لكم في الفيديو اللي قبل اي صابون بغيتي تاخدي ولا اي غسول ديال الوجه راه كيكونوا كاتبين فيه اين بشره كتصلح وكيكونوا كاتبين فيه يعني المكونات واش فيه الزيت كثار ولا فيه الماء كثار. دونك هاد اولا بالنسبه للتركيبه ديالو منين مكون واش الويفيرا واش يعني واش على حسب شنو المكون ديال داك الصابون غتعرفي انت شنو اللي غادي يناسب البشره ديالك. الخطوه الثانيه اولا النصيحه الثانيه واللي هي اهم نصيحه في هذا الروتين كامل ولا في هذه النصائح كاملين ديال العنايه بالبشره في فصل الصيف هي الواقي الشمسي اولا ليكرون سولير. ليكرون خصك ضروري ديريه يوميا فاش تبغيتي الا كنتي غادا تخرجي للسمقه نص ساعه قبل ما تخرجي للسمقه باش يلا البشره كتشرب هذاك ليكرون اولا هذاك واقي الشمس اللي كتستعمليه. ويستحسن انك الا كنتي غادي تعرضي للشمس مثلا ما بين 11 و 3 انك تعاودي تطبقيه يعني ماشي ديريه مره واحده كافيه وتخرجي يعني تمشي تقضي شحال من غرض اولا تكوني خارجه الدوري ولا غتمشي للبحر ولا شي حاجه هكذا ولا غتمشي تسخري ولا غادي تاخدي وقت يعني في هذيك الفتره ما بين 11 و 3 من الافضل انك تعاودي ديريه. جينيرالمون ولا عموما واقي الشمس من الافضل اننا نابليكيو ونعاودو نابليكيو ساعتين من مورا كل استعمال يعني درتيه في 12 ملي توصل للجوج عاودي واحد لاكوش وحده اخرى باش يعني يعطي هذاك ليكرون سولير ولا هذاك واقي الشمس يعطي فعاليه اكثر. النصيحه الثالثه هي استعمال ماء الورد من بعد تعرض للشمس يعني ملي ترجعي من الصنقه وتبغي يعني تنظفي وجهك كما قلنا من قبل
تستعملي ماء الورد لانه كي منعش للبشره، اولا اوكور لا جورني لا كان مثلا كيعجبك تستعمليه مره مره قبل ما ديري الماكياج ديريه هو الاول وعاد ابليكي الماكياج ديالك، اولا كما قلت لكم اللي دوز ديك ساعتين على استعمال ديال الواقي الشمسي وتحسي بلا يعني بليكرون مابقاش عاطي لي في ديالو ولا مابقاش نافع، عاودي رشي بماء ورد واستعملي يعني ليكرون سولير ديالك، لان ماء الورد كما قلت منعش وكيخفف هذاك الاثر ديال الحراره ديال الشمس، كيخفف هذاك الاثر ديال الحرق اللي كتعرض ليه البشره طيله اليوم. فمن الافضل انك تستعمليه كما قلت يا اما قبل ما ديري الماكياج اولا وكود لا جورني يعني وسط النهار كامل الا بغيتي، ولا الا كنتي مثلا في شي بلاصه هكذا خدمه كتكوني في بلاصه مخبيه من الشمس فهو منعش مره ترشيه على وجهك وكما قلت مفيد للبشره، اولا في اخر اليوم لما كانش عندك يعني امكانيه انك تستعمليه في وسط النهار يمكن لك تستعمليه في اخر اليوم ملي تغسلي وجهك من الماكياج ترشيه على وجهك، لانه كما قلت منعش ومفيد بزاف للبشره وكيخفف من الاثر ديال الحروق ديال الشمس. النصيحه الرابعه هي ترطيب البشره. الترطيب هنا فيه جوج ديال الانواع، ترطيب من الداخل اللي كنأكد عليه دائما ولا سبق لكم تفرجتوا في الفيديو اللي قبل كنت فايت ليا هضرت عليه، وهو شرب الماء بكميه كافيه يعني نشربوا طيله اليوم الماء ما نساوش هذا يعني هذا الكوتي هذا شفتوا في هذه الفتره من السنه، لان كما قلت الحراره كتنشف البشره. والترطيب اللي من الخارج واللي هو عبر الكريمات اللي كنديروهم يا اما قبل من في الصباح قبل ما نديروا الماكياج اولا بالليل ملي كنغسلو وجهنا من الماكياج وكنبغيو نعسو كنستعملو كريم مرطب. بالحق كريم مرطب اللي تستعملوه في هذه الفتره من السنه تكون القاعده ديالو مائيه ما تكونش زيتيه، يعني تقلبوا كما كنقول دائما في مكونات ديال الكريم في لي زانغغيديون ديال الكريم غادي تشوفوا واش في المكونات ديالو كاين الزيت اولا كاين الماء. فهاد الفتره من السنه من الافضل انكم تستعملوا كريمات المرطبه ذات قاعده مائيه احسن، لانه كيدخل البشره اكثر وكيرطب البشره اكثر من الكريم اللي كتكون القاعده ديالو زيتيه. رابع نصيحه هي تقشير البشره مره في الاسبوع. إذا كانت البشرة الدهنية يمكن لك تقشرها حتى جوج المرات في الأسبوع ماشي مشكل، لأن كما سبق لي قلت البشرة الدهنية كتفرز دهنيات أكثر وكتحتاج للتقشير حتى لجوج المرات في الأسبوع لتفادي يعني هذاك ظهور الرؤوس السوداء ولتفادي يعني اختناق ديال دوك المسامات ديال البشرة. بالنسبة للبشرة الجافة أو العادية والحساسة فيفضل أنها يعني التقشير يكون مرة واحدة في الأسبوع. المزايا ديال التقشير ديال البشره كثيره بزاف، ملي كنقشروا البشره مره في الاسبوع فاحنا كنجددوا الخلايا ديال البشره بحيث اننا يعني كنحافظوا على ديك الصفاء ديالها وعلى النعومه ديالها، كنحيدوا الجلد الميت في نفس الوقت كنحاولوا نتفاداو هذاك الاسمرار اللي كيكون ناتج على تعرض لاشعه الشمس، وايضا كتعزز الدوره الدمويه يعني كتحرك الدوره الدمويه بهذوك الحركات اللي كنديروا ملي كنكونوا كنديروا يعني تقشير الوجه. فهاد الفتره من السنه يفضل انكم ديروا مره مثلا في الشهر مره في 15 يوم حتى مره في الشهر واحد التنظيف يعني كامل البشره باش نحيدوا الرؤوس السوداء ويعني التنظيف ديال المسامات. فمن الافضل في هذه الفتره من السنه يكون مره في 15 يوم اولا مره في الشهر، بالحق التقشير يكون مره في الاسبوع، وكما قلت بالنسبه للبشره الدهنيه حتى جوج المرات في الاسبوع ما كاينش مشكل. النصيحه السادسه بالنسبه للناس اللي البشره ديالهم كتاثر بزاف في هذه الفتره بالشمس سورتو في هذه البلاصه هذه تحت من العينين والشفاه كتشد، يعني كاين الناس اللي الشمس هاد البلايص هادو كتشد الشمس كتشدهم بزاف وكيتبدل اللون ديالهم. فمن غير ليكرون سولير اللي قلنا كيصلاح للبشره كاينين مواد خاصين بهاد البلايص خاصين بالهالات وخاصين بالشفاه مرطبات اللي كيتستعملوا في هذه الفتره هذه من السنه باش يحميو تكون عندهم حمايه يعني قصوى وحمايه اكثر يعني لهاد المناطق من الشمس. من غير هذا الشيء بالنسبه للهالات السوداء راه كاين واحد لا فيديو اللي انا هضرت فيها على الهالات السوداء على نصائح كيفاش تجنبيها وكيفاش يعني تخلصي منها وكاو كانت عندك، غادي نخلي لكم الرابط ديال هذا الفيديو في صندوق الوصف حتى تشوفوه بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من الهالات السوداء. النصيحه السابعه والاخيره وهي ازاله المكياج،
وازاله المكياج كيف ما سبق لي تكلمت عليها في فيديو ديال روتين العنايه بالبشره اللي قلت لكم حتى غنخلي لكم في صندوق الوصف. كتحيد يعني ازاله المكياج كتتم عبر ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى وهي انك كتستعملي مزيل المكياج على حساب البشره ديالك، على حساب اللي كيناسب البشره ديالك، على حساب النوعيه ديالها. مزيل المكياج اولا ديماكيون هو الاول كنستعملوه. الحاجه الثانيه وهي المنظف اولا غسول الوجه اولا بالنسبه للبشره الدهنيه الناس اللي كيستعملوا سكراب اولا يعني داك المنظف اللي تيكونوا فيه حبيبات اللي كيفضلوا يستعملوه يعني يوميا على حساب شنو انت كيناسب البشره ديالك. والمرحله الثالثه وهي الترطيب، ضروري من ترطيب البشره من بعد ازاله المكياج ومن بعد التنظيف ديال البشره من المكياج، ضروري من الترطيب يوميا. كانت هذه اخر نصيحه، وما نساش نذكركم بالله هذا الشيء كامل الاهم حاجه فيه اولا ما يمكنش ليه يعطي فعاليه، ما يمكنش ليه يعطي يعني يعطي نتيجه الا ما كانوش ثلاثه ديال الحوايج مهمين، وهما الاكل الصحي، النوم الكافي، والرياضه. هاد ثلاثه ديال الحويجات هما لا باس ديال بشره مزيانه، ديال شعر مزيان، ديال البشره ما كتعانيش من مشاكل. دونك الا حافظنا على اكل صحي، الا نعسنا لفتره كافيه، والا مارسنا الرياضه، فهادو كتكون هي القاعده ديال اي حاجه غادي نزيدوها من بعد، كو سوسوا ماسكات ولا وصفات طبيعيه ولا روتينات اللي كنتبعوهم ولا كريمات اللي كنستعملوهم ولا مواد ولا اي حاجه. الا ما كانتش هاد القاعده ما يمكنش لهاد النصائح يعطيو الاكل ديالهم او النتيجه ديالهم. نتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم، ونتمنى ان يكونوا بزاف ديال الناس ولا بزاف ديال البنات استفدوا منه، سورتو اننا كما قلت بزاف ديال البنات كيعانيو من هاد المشكل في هاد الفتره من السنه. غنحاول ان شاء الله نبقى ندير فيديوهات اكثر، ما نبقاش مقله في الاطلالات. انا كنحاول نهضر باللغه العربيه نظرا لان ولاو بزاف الناس في القناه من بعد الدول العربيه الشقيقه. كنحييهم من هذا المنبر عبر هذا الفيديو. بالنسبه للبنات اللي متبعين القناه من المغرب اكيد، من الجزائر، من مصر، نتمنى ان الفيديو يعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش تخليو لي دي لايك، ما تنساوش تخليو دي كومونتير اولا تعليق، يعني في التعليق تخليو لي شنو الافكار ديالكم على الفيديوهات اللي بغيتو تشوفو من هنا لقدام. غنخلي لكم المجموعه الفيسبوكيه ريماس ارتس باي سميره، نخليها لكم لتحت باش تنضموا ليها. ونتمنى انكم تتابعوني على انستغرام كذلك ريماس ارتس. خليتكم على خير، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.